إلى الحسيمة، حيث تتواصل عمليات توزيع الأعلاف المدعمة على فلاحي المنطقة، خاصة مربي الأغنام، في إطار الشق المتعلق بحماية المشية. 2500 رأس غنم ستجد علفا في فترة البرد القارس هذه، خاصة وأن النقص في الموارد المائية ما زال قائما، إذ يصل العجز المائي في المنطقة إلى حوالي 50%. ربورتاج عبد الحميد المرابط ومحمد حجوب. هذا الفلاح الصغير الذي طالما أثقل كاهله غلاء الأعلاف وقلة الغطاء النباتي بقريته هنا بنواحي بن بوعياش بالحسيمة، حيث شبح الجفاف طل برأسه هذا الموسم على المنطقة، بدأ أخيرا يتنفس الصعداء ولو بشكل نسبي بعد أن اقتنى حصته من الشعير المدعم هذا الصباح. عانينا كثيرا هذا الموسم من شح التساقطات المطرية، كما أن الحالة الإنباتية للمساحة المحروثة سيئة جدا. مؤخرا اقتنيت قطعة من التبن ب 58 درهما، اليوم اقتنيت هذه الحصة من الشعير المدعم، علها تخفف من الأعباء الكثيرة التي نتحملها. من يقعون نقد أن حانفها شوي فونسنا شوي إزمانا وما شوي 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 طيحين له النوى. العملية كتدوز فيها طريقتين، الطريقة الأولى هي ديال الشباك المباشر بالنسبة للفلاحة، الفلاحين اللي كيتوجدوا في المنطقة كينكلوا يتقدم بالبطاقة الوطنية وياخذ الدعم مباشرة مننا. الطريقة الثانية هي ديال اللائحة الجماعية بالنسبة للجماعات اللي جاوا اللي بعد شوية على هذا السونتر هذا، الوزارة هي اللي تتحمل المصاريف وكذلك توفير وسائل النقل. عملية توزيع الشعير المدعم التي انطلقت بإقليم الحسيمة في الثالث من الشهر الجاري تعرف إقبالا واسعا من قبل المزارعين، حيث توافد عدد منهم هذا الصباح على نقطة التوزيع ببلدية بن بوعياش بنواحي الحسيمة بعد أدائهم فاتورة حصتهم من الدعم بمؤسسة بنكية. الوزارة توفر الشعير للمزارعين بسعر درهمين للكيلوغرام الواحد في الوقت الذي يصل ثمنه في السوق إلى 3.5 دراهم. ملك الحمد كل شيء مولا عيان جددو. الظروف صعبة جدا هذا الموسم بالنسبة لجميع الفلاحين، حيث نعاني من قلة الموارد المائية وتراجع المحاصيل. أتمنى أن يخفف هذا الدعم بعضا من المشاكل الكثيرة التي نعانيها. يا ذوق الحمد لله يبغض ربي وين بركة حتى شنو حنا جيان. قلة هذه النقط البيع اللي كل إقليم فيها نقطة وحدة، كان من الأحسن باش بالخصوص ساعات الأقاليم باش يكونوا نقط اخرين ديال البيع، ولكن كيبقى هذا الحل ديال النقل اللي كتوفروا المديريه الفلاحيه كيخفف على هذه المعاناه. وكان واحد السؤال كيطرحوه الفلاحه ديالنا هو الجوده ديال هذا الشعير، تاكد انه بعد انه دارت له تحاليل وانه جوده عاليه. هذه الخطوة التي تندرج في إطار تفعيل مضامين البرنامج الوطني للحد من تأخر الأمطار تستهدف تلبية حاجيات المزارعين من الأعلاف، خاصة الصغار الذين أنهكتهم تبعات الجفاف هذا، وتجدر الإشارة إلى أن قطيع الماشية بالإقليم لا يتجاوز 250 ألف رأس، أغلب هذه الرؤوس يملكها مزارعون صغار.